السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلاوة ان انت تبقى راجل يعني بتشتغل في النجارة لما يكون عندك زيارة كده او حد رايح لحد ومحتاج حاجة في السريع، ممكن نعمل له مثلا، ممكن نعمل له بالجوز ده، هو صينية، فخلينا نشوف ايه اللي ممكن نعمله له. طبعا ده الكلام ده للأسف يعني بجيبه من بره معايا لما باجي اسافر، سعره مش باين، مش فاكر سعره قد ايه، بس هو خشب جوز. انا كنت فاكر طبعا ان هما الاطراف دي مظبوطة عشان لما اغريهم في بعض بيبقاش فيه فروقات. لما جينا حطينا المسطرة لقينا للأسف في فرق حوالي نص ملي او حاجة زي كده. بعد 4 5 ساعات نقدر ايه نفك الكلام ده، هو ما نحطش عليه ضغط، انما نقدر نكمل شغلنا. حته الخشب دي بيسموها كيرلي ميبل، عايز اعمل لها دراعات، دراعات صغيره كده نشتغل عليها.
طيب نبتدي بقى نحط ايه، زيت غذائي. الزيت الغذائي ده يا جماعة بيحمي، يعني ينفع تحط فيه أكل، ينفع تحط فيه حاجات هتتعرض لأي حاجة بتتاكل. طبعا بعد بقى ما حطيت الفناجين فاضية وكده عشان هو يعني اورني الناس حجم الصينية عاملة ازاي. طبعا الجمال بتاع الخشب الطبيعي حاجة يعني مية مية ما شاء الله، الله اكبر، يعني فعلا سبحان الله بدون اي نوع من انواع لا بقى ايه تصبغ ولا تعمل اي حاجة. هي الفكرة بقى كلها انا عملت غلطة للأسف وحشة جدا. انا استخدمت الغرة ده اللي هو تايت بوند، وتايت بوند ده لانتيرير بروجكتس يعني الاستخدام داخل البيوت، مش المفروض اجيب عليها مية. المفروض كنت استخدم اللي هو تايت بوند 3 اللي هو بيقاوم المية. فطبعا دي ما انها صينية وهتتعرض للغسيل وحاجات زي كده، فبالتالي للأسف يعني ممكن الغيرة هيفك بعد فترة مش هتعيش كتير. انا ما خدتش بالي الا قبل ما اخلص الحلقة، فقدر الله ما شاء فعل، انما طلعت حلوة. الخشب حلو، الجوز حلو، الميبل حلو، وكله زي الفل.